بعطيك مثال بسيط، عائد اللوجستيك على ميناء حمد او على السوق الخارجي ما يقارب من 2 مليار ريال لوجستيك ونقل. فتصور كمية المليون كونتينر اللي اليوم نحن نحتفل فيها، ناهيك عن العائد الاقتصادي الهام الذي تمكننا منه. أنا سعيد جداً أن ميناء حمد يصدر الآن 450 ترانس شيبمنت إعادة تصدير إلى موانئ خارجية وعالمية. 450 ألف، هذا رقم كبير جداً على ميناء نسبياً حديث وتوى فاتح، يعني إحنا خلينا نقول السنة